اهلا بيكم مع كايرو دار. برضه هنكمل كلامنا على مشكله الانسان والالزام الخلقي، وهنتكلم على اتجاه جديد وهو الاتجاه الوجداني. انتشرت الماديه التجريبيه في اوروبا بعد عصر النهضه، وهذا الاتجاه كان ليه تاثير على الدراسات الاخلاقيه والدراسات الانسانيه، والفلاسفه فسروا الاخلاق تفسير مادي حسي بيتنافى مع طبيعه الانسان. طبيعه الانسان معنويه، اتجاه وجداني. هنا ظهر ما نسميه بالاتجاه الوجداني كرد فعل للاتجاه المادي الحسي، وقام بهذه المحاولة فيلسوف يسمى شافتسبري. شافتسبري لما جه رفض ان هو يرد الالزام الخلقي الى الجانب الجسمي، لان الاخلاق ارقى من الخضوع للمحسوسات. ما ينفعش اسس الاخلاق على الجانب الجسمي، لان الاخلاق ارقى من الجانب الجسمي. اتنين برضو شافتسبري رفض، قال لي ما ينفعش ارد الاخلاق للجانب الاجتماعي او للجانب الديني. ليه؟ قال لي عشان ما تبقاش الاخلاق في هيئه اوامر خارجيه مفروضه على الانسان من الخارج. هو عايز الاخلاق تنبع من داخل الانسان. طب ايه اللي جوه يا شافتسبري يخلي الاخلاق تنبع مني؟ هيسمي هذه الاتجاه هو الحاسه الخلقيه. ايه المقصود بالحاسه الخلقيه؟ هي القوة الكامنة داخل الإنسان التي من خلالها يدرك الخير والشر وتميز بينهما تلقائيا دون أي تبرير، وتدفعه إلى عمل الخير تلقائيا. الحاسة الخلقية قوة موجودة جوه الإنسان. تعمل إيه؟ الإنسان من خلالها بيدرك الخير، يدرك الشر، يعرف إيه معنى الخير ويعرف إيه معنى الشر، ميزت بين الخير وميزت بين الشر. طب بعد كده أعمل إيه؟ بتدفعني تلقائيا إلى عمل الخير دون اي تبرير، من غير مادي مبرر. يعني انا عملت كذا، ما ينفعش اقول لك ليه، انا التزمت بالاخلاق، ما ينفعش ادي لك سبب. يبقى الحاسه الخلقيه عند شافتسبري هي القوه الكامنه داخل الانسان، والتي من خلالها يدرك الخير والشر وتميز بينهم تلقائيا دون اي تبرير، وتدفعه الى عمل الخير تلقائيا. طب ما تيجي نسال شافتسبري ايه خصائص الحاسه الخلقيه، ايه سمات الحاسه الخلقيه اللي انت بتتكلم عليها. قال لي أول سمة وأول خاصية من سمات هذه الحاسة الخلقية إن هي معنوية باطنية. يعني إيه كلمة معنوية؟ هذه الحاسة الخلقية ليست مادية مثل حواس الإنسان، هي مش مادية، دي حاجة معنوية. باطنية يعني إيه؟ يعني كامنة داخل الإنسان، بيشبهها بالحاسة السادسة التي يقول عنها البعض. يبقى أول خاصية معنوية باطنية، فهي ليست مادية مثل حواس الإنسان وكامنة داخل الإنسان، وشبهها بالحاسة السادسة، أو هناك من يشبهها بالحاسة الجمالية. تاني خاصية بنقول عليها فطرية عامة. فطرية يعني إيه؟ هذه الحاسة ليست مكتسبة، وإنما يولد الإنسان مزود بيها، عامة موجودة في النوع الإنساني كله. يعني إيه كلمة موجودة في النوع الإنساني كله؟ يعني بتميز النوع الإنساني عن بقية الأنواع التانية. ثلاثة يمكن تنميتها. يعني انت قصدك تقول لي ان الحاسه الخلقيه انا اقدر انميها؟ اه طبعا انميها. انميها ازاي؟ قال لي تنميها بالتربيه الحسنه، التربيه السليمه، ويمكن القضاء عليها بسوء التربيه. اربعه تلقائيه في تمييز الخير. الحاسه الخلقيه بتميز بين الخير والشر تلقائي عن طريق الحدس دون تبرير، من غير ما تديني مبرر. خاصية جديدة من خصائص الحاسة الخلقية بنقول عليها مستقلة بذاتها. يعني ايه كلمة مستقلة بذاتها؟ هي مش مرتبطة بأي مؤثر خارجي، مش مرتبطة بالمصلحة الشخصية، مش مرتبطة بالعقل بتاعي. عارف ليه؟ لأن هي معنوية وليست مادية. تحمل جزائها في باطنها، تحمل داخلها الجزاء الأخلاقي لصاحبها. بمعنى إذا قمت بفعل أخلاقي بيتوافق مع الحاسة الخلقية، بحس بالراحة النفسية. إنما على النقيض بقى، لما بعمل فعل غير أخلاقي بحس بالألم والضيق النفسي. وبيقول لي كمان إن في علاقة ما بين الحاسة الخلقية والحاسة الجمالية، إن الاتنين متأصلين داخل الإنسان، والاتنين أقدر أقويهم بالتمرين، وممكن أهملهم، ولما أهملهم مش هتنمو جوايا الحاسة الخلقية ولا الحاسة الجمالية. طيب تعال نشوف مع بعض إيه النقد اللي إحنا نقدر نواجهه للحاسة الخلقية. انت دلوقتي يا شافتسبري بتقول انها اسس الاخلاق على حاجه اسمها الاتجاه الوجداني، واللي انت سميته الحاسه الخلقيه. الاتجاه الوجداني اللي هو المشاعر والميول والعواطف، صح كده؟ طيب هل مشاعري زي مشاعرك؟ ما ينفعش، انا ليا مشاعر وانت ليك مشاعر، صح كده ولا لا؟ يبقى المشاعر بتاعت الافراد نسبيه، المشاعر بتاعتي وبتاعتك متغيره. ازاي اسس الاخلاق على حاجه متغيره من فرد الى اخر؟ وبضيف على كده ايه؟ ان اخلاق الفرد أو مشاعر الفرد متقلبة من موقف لموقف.
يبقى اول نقد بنواجهه لشاف تسبري ان الوجدان نسبي متغير، ان تاسيس الاخلاق على الوجدان والعاطفه يجعل الاخلاق فرديه نسبيه تختلف من فرد الى اخر، وبهذا تصبح الاحكام الاخلاقيه فرديه لان العاطفه نسبيه والوجدان نسبي متغير. نقد جديد بنواجهه لشاف تسبري بنقول له ما ينفعش تفصل الاخلاق عن الدين. الدين فيه اوامر بترغب الناس في عمل الخير، وفي اوامر تانيه بترهب الناس من عمل الشر. والجانب الديني ليه تأثير قوي على السلوك الأخلاقي، ما ينفعش أسيب الناس لإحساسهم الداخلي عشان يتصرفوا في الحياة الأخلاقية، لا، لازم الدين يبقى ليه دور. ثلاثة، بنقول الشيخ تسبيري من الخطأ القول أن ممارسة الفضيلة لا تتطلب أي عناء. أنت شايف تسبيري بتقول إن الحاسة الخلقية فطرية، يولد الإنسان مزود بيها، هي ليست مكتسبة. أنت عارف معنى كلامك كده إيه؟ إن كل الناس اللي حواليا، كل الناس اللي في العالم ديت، عليها ناس أخلاقية بالفطرة. بس ده مش في الواقع، انا ما بشوفش كده في الحقيقه، ده لما اشوف ايه، انسان كذاب وانسان شرير وانسان فاضل. هل الانسان الفاضل دوت هو فاضل بالفطره؟ لا طبعا. الفضيله هي انكار للذات، مش النفس الانسانيه اماره بالسوء. الانسان عشان انسان اخلاقي بيجاهد نفسه، الفضيله هي انكار للذات، يعني الفضيله بتيجي بعد عناء. يبقى من الخطا القول ان ممارسه الفضيله لا تتطلب اي عناء. زي ما شفنا مع بعض، شاف تسبيري رد الالزام الخلقي الى الحاسه الخلقيه، وقال لي خصائص الحاسه الخلقيه معنويه باطنيه فطريه عامه تحمل جزاءها في باطنها يمكن تنميتها مستقله بذاتها. وجهنا ليه نقد، قلنا له الوجدان نسبي متغير. اثنين، من الخطا القول فصل الاخلاق عن الدين. واخر نقد وجهناه له، قلنا له من الخطا القول ان ممارسه الفضيله لا تتطلب اي عناء. وبكده خلصت جزئيتنا، نشوفهم في جزئيه جديده مع كايرو دار.